السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة والأخوات تحياتي لكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد عشاق الخيول. اليوم غادي نجيب لكم الخيول والعودات جدعات اللي غادي يتباعوا. غنبداو معكم بالمعطيات ديال هذا الجدع هذا، اللهم بارك. هذا عنده 3 سنوات، هو اللي ملهيه، عنده 3 سنين الإخوان. اللي بغاه مرحبا. الثمن ديالو تعطات فيه 15,000 درهم، طالب فيه 20,000 درهم. مهم تعطات فيه 1.5 مليون، طالب فيه 2 ديال المليون. ها هو قدامكم، وندوزو معكم لحاجة أخرى الإخوان. بقات حاجة وحدة الإخوان، الوراق ما عرف أش عنده ولا ما عندوش، تواصلوا معاه هو يوضح لكم اللي مهتم. وكاين هاد العودة الإخوان، والدة جدعة المرقد ديالها الفقية بن صالح، عندها الوريقات الإخوان اللي بغاها يتوكل على الله. العودة هي قدامكم، عندها جدعة الوريقات ناضيين والمرقد الفقية بن صالح. مهم، وهذا السيد هذا راه عنده أزيد من 30 عودة وخيول وجدعة اللي بغاهم يتواصل معاه. ندوزو حاجة. وكاين هذا جدع ديال الكسيبة، عنده 9 شهور لا يتوفر على بطاقة، المرقد ديالو الفقية بن صالح، هذا اللي بغى يكسب، عنده 9 شهور. هانتوما شتو تبارك الله القفة ديالو والعنق والراس ديالو ودينات، تبارك الله. دوزو حاجة أخرى. وكاينة هادي جدعة سنان الحليب، ما عندهاش لوريقات و المرقد ديالها الفقية بن صالح. جدعة هانتوما كتشوفوها، كلشي قدام عينيكم الإخوان، والحاجة حتى كتمشيو وكتشوفوها مباشرة عاد كتبان لكم. بعض المرات التصوير ما كيبينش الحاجة على حقيقتها حتى كتمشيو وتشوفو. مهم خليوكم معنا، ندوزو لحاجة أخرى. وهذا جدع رباعي كيتواجد في الفقية بن صالح، اللي بغاه مرحبا الإخوان. جدع انتوما كتشوفوه تبارك الله، شفتو الوقفة ديالو، العنق، الراس، مقصب تبارك الله، واللي بغى يتوكل على الله. وتحياتي لخويا اللي قالك سير دبر على شي خدمه، المهم الا لقيتينا شي خدمه والله الا راني كنقلب على الخدمه، شوف لنا شي خدمه الا كاينه، الله يجازيك بخير ويكثر خيرك. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو الاخوان، وندوزو لحاجه اخرى. وكاين هذا العود هذا عنده 6 سنين، تا هو ما عندوش الاوراق الاخوان، كيتواجد في الفقيه بن صالح. العود انتم شفتوه الرياح كاين شي ستيلو، يلا سطر ودي سير رياحي، سطر العود سطر. تحياتي لكم كاملين، بكم خويا حميد، عبدو، كاع الناس اللي كيخليوكم مطيرات الزوينين، الرياحي، الفقيه، كبور وكبور. وتحياتي، تحياتي لخويا سعيد، تحياتي لخويا مراد مفتاح، تحياتي تحية نضورية، تحياتي لجميع عشاق الخيول أينما كانوا داخل وخارج أرض الوطن. شكرا لكم بزاف على التشجيعات وديديكاس للجميع، مهم كاملين ديديكاس ديالكم. اللي ما جبت سميتو يخليها كيما القاعدة وكيما العادة في كومنتير، يسال ديديكاس في الفيديو الجاي. هادشي هذا اللي كنديرو. واللي بغى يبيع شي حاجة الإخوان، 06-30-38-34-10، النمرة اللي بغى يبيع، ماشي اللي بغى يسول على الخير، كنقولها ونعاودها. وتشجعونا الإخوان، تعاليق زوينة، بارطاج، لايكات ديالكم الله يحفظكم. وندوز نشوف اش كاين باقي شي حاجة ما تبارطاج. بغيت نقلب صافي، ما لقيت شي حاجة غتبارطاجها. إذا كانت شي حاجة تالفة تنعاود نشوف نبيريفي مزيان ونبارطاجي معكم. كنشكركم الإخوان على التشجيعات، الله يوفقكم والله يعطي لكل واحد ما تمنى في حياته وفي خاطره، والله يسر الأمور للجميع، دوزوا بخير.